ومعانا اول سؤال النهارده من ام محمد من القليوبيه. ايوه حضرتك يا شيخ. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا شيخ؟ نعم الحمد لله. هذا الحمد لله. انا باجي اصلي ببقى انتبه للصلاه كده، بصلي وببقى قاعده كويس وبعد كده بنسى. بتنسي بعد ما بعد ما يعني بتنسي وانت في الصلاه؟ انت بتقولي بنسى؟ حاجات بتيجي في دماغي كده. طيب. ساعتين يعني او ثلاثه بنسى على طول ان انا يعني ابقى يعني خلاص انا هنتبه للصلاه. طيب انت بتستغفر ربنا واستعيذ من الشيطان واصلي ركعتين، ما اعرفش انا صليت ركعتين ولا ركعه كده. بيحصل معاكي في كل صلاه ده؟ بيحصل معايا في كل صلاه. من زمان ولا من قريب؟ لا من فتره، بس مثلا لما اكون بصلي العشاء وبصلي وسامع الجامع بره امشي ملتزمه، ابقى منتبهه للقران اللي في الصلاه ما بي... طيب ابقى منتبهه لهم وانا منتبهه. ده سؤال ده سؤال حضرتك. طيب في سؤال تاني؟ سؤال تاني. ابني بقاله 3 سنين ما بيخشش عليا الشقه ولا بيكلمني وماشي ورا كلام مراته، يعني انا اتخانقت معاه هو عشان فلوس كانت عليه وكده، ومراته دخلت نفسها في ومن طيب. ساعتها سمع كلامه وما بيكلمنيش ولا بيخش عليا الشقه. خلاص انا اوجه له كلام. حاضر يا ام محمد. اول سؤال بتاع الصلاه ده، لو ان ده بيتكرر على طول على طول على طول، وانت حد لاحظ ان انت فعلا صليتي 4 ركعات وبعدين جبت الخمسه لانك ناسيه دوت، خلاص احنا كده في وسواس يتعلق بالصلاه، وفي زي ما في وسواس يتعلق بالوضوء. احنا بنعمل الحاجه اللي تخلينا نطمئن، ما بنعملش الحاجه اللي بتخلينا نزود الوسواس. فاذا كان وصلنا الى حد الوسواس لا نبني على ما نبني على الاكثر مش على الاقل. يعني صليت 3 4 نصلي 4. طبعا في الحالات العاديه احنا الاساس عندنا في الشرع الشريف ان الذمه الذي شغلت بيقين لا تبرأ الا بيقين. الذمه اللي شغلت بيقين، اقول لكم الكلام عشان ما تحدش يستصعب الكلام. الذمه التي شغلت بيقين خلاص، هو شغلت بيقين لما ادن الظهر خلاص، لما ادن العصر خلاص بقى عندي 4 ركعات مكتوبه في ذمتي. فما ينفعش اصلي وانا شاكك ان هم مش 4، لازم اصلي وانا متيقن ان هم 4. اللي انا بقوله ده مع الموسوسين يهلكهم في بعض الاحيان. لما يوصل الانسان للوسواس نفسه تستلمه تقول له لا انت صليت 3 وهو صلى 4. فلو كان ده متكرر في كل صلاه وفي حاجات تانية بنقول له لا ابني على ما يسكن ويبعد عنك الوسواس، حتى لو هتبني على الاكثر عشان نخلص من ده، نخلص من مساله الوسواس. تعملي انت ايه لو كان ده مصاحب لوسواس بحاجات تانية، واذا كان ده وسواس في حاجات تانية وموجود كمان في الصلاه وبيتكرر في كل صلاه، وسواء صليتي سنه او صليتي فرض بيحصل كده، لا انت بقيتي صليتي 4. ليه؟ لان الاصل ان انت كنت بتصلي 4 والوسواس جه شككك في انك كنت بتصلي 4. دي اول حاجه في مساله الصلاه. وعشان كمان تقدري تبقي تذهبي عنك الوسواس اثناء الصلاه، صلي بتؤدة. يعني قولي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما تصليش الايات موصوله ببعض، لا خدي نفس ما بين الايات وصلي بتؤدة. ده هيرجع لك ان انت تصلي في سكينه ويذهب عنك هذا الوسواس. بالنسبه بقى لابن حضرتك، يا ولدي اتق الله، ايه فلوس الدنيا دي كلها اللي تخليك تزعل من امك؟ واذا كان هي بتطالبك بحقها يبقى انت اي معنى ان انت تزعل منها؟ حاول تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، هذه المرأة هي التي ترحم من اجلها، فاتقي الله سبحانه وتعالى. وامك دي مهما حصل انت لن تكافئها بانها كانت عاينت الموت في ولادتك. لن تفعل اي شيء يكافئها بهذا. وعشان كده انت لازم تتقي الله سبحانه وتعالى فيها. 3 سنين ما تزورهاش، لا حول ولا قوة الا بالله. هتعمل ايه لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على ال3 سنين ده ساعة ساعة ووجع وجع لقلبها؟ اتقي الله سبحانه وتعالى مهما حصل، هي امك التي ترحم من اجلها. انت زاهد في الرحمة يبقى ما عندكش غير النقمة، فاتقي الله سبحانه وتعالى فيها. معانا استاذة منال من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أنا كان عندي سؤال لحضرتك. أنا متزوجة من حوالي 15 سنة، ربنا رزقني فيهم بولدين.
من وقت ما تزوجت وانا جوزي علاقاته المحرمه كتير جدا. سلم يا رب. لدرجه ان هو استاجر مكان بعيد عننا علشان يمارس فيه الرذيله، وكل كلمه انا قلتها معايا دليل عليها. لا انا ما يعني ما يعني انت في فرق ما بين معاكي دليل ومعاكي يعني مشاهد. لا انا اقصد ان انا مش بتجنى عليه او بقول عليه حاجه هو مش عامل. كملي يا استاذه ملا. ده انا اقصده. كملي. ولجأت كتير لقرايبه لاخواته لان هو والده ووالده ووالدته متوفين. طيب. فما كنتش بلاقي منهم اي رد غير ان هو ملوش كبير وان ما حدش هيقدر يمشي كلامه عليه. فين سؤال حضرتك يا استاذه منال؟ السؤال ان انا اتاذيت منه كتير، اتاذيت منه اذى كتير، فما فيش علاقه بيني وما بينه بقاله فتره. يعني بيضربك ولا بيعنفك يعني؟ حصل كتير لدرجه ان انا اتكسر لي ضلع والدكتور كان فاكر ان ده كان نتيجه حادثه. سلم يا رب. طيب. واتاذيت منه ان انا فضلت اتعالج بسبب علاقاته المحرمه. اوف. فانا ما فيش علاقه بيني وما بينه بقاله كتير جدا، هل انا عليا وزر؟ طيب هو اجاوب على حضرتك. لا يعني انت بتساليني، خليني بس اكون مركز السؤال عشان حضرتك تكون السؤال لحضرتك واضح وافهم ان انا فهمته. حضرتك بتقولي لي هل حرام عليا ان انا ما يكونش بينا علاقه خاصه لان انا أكيد. خايفه من العلاقات المحرمه دي؟ لا مش خايفه، بس انا اتاذيت فعلا وقعدت. ايوه يعني انا خايفه ان هو يتكرر هذا الاذى. طيب بالظبط كده. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هو بيقعد في البيت ممكن شهر وال11 شهر بره البيت، هو ما يعرفش حاجه عن اللي موجودين في البيت، الانفاق بيبقى على القد القد وممكن يقعد بالشهور ما بيدفع لناش فلوس، ما يعرفش عننا حاجه. معايا ولدين، الولدين في سن مراهقه، انا ما بقتش قادره عليهم وطلبت منه كذا مره ان هو يعيني على تربيتهم، هو كانه مش موجود. السؤال بقى، السؤال، انا لو سبت له العيال دي هو يربيهم، انا كده عليا وزر؟ اكلم حضرتك، اجاوب على حضرتك في السؤالين. السؤال الاولاني حضرتك بتقولي هل ليا ان انا امتنع عن علاقه خاصه اذا كان هو تسبب لي في اذى من الامراض الجنسيه زي الهربس والحاجات اللي زي دي؟ بيحصل ليه؟ لان الاشياء اللي هو بيرتكبها الانسان بشكل محرم بتجيب عليه امراض خطيره، مش بس الامراض الخطيره هي الايدز بس، لا في امراض خطيره كثيره جدا 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 تتعلق بالعلاقات المحرمه اللي بيفعلها الانسان، ولذلك ده سبب من اسباب اللعن. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه اخطر من كده بقى، ان انت مش هيبقى عليك حرمه، لا انت مدفوعه بحفظ النفس، فما عليكيش حرمه، لان بالفعل انت بتقولي ان انت اصبتي، مفيش شرع يطالبك ان انت تستمري في هذه في باب من ابواب الهلاك، لان انت ماموره ان انت لا تلقي بنفسك في التهلكه. فلا، الحاجه الثانيه ان انت بتساليني اسيب الاولاد، اوعي تسيبي الاولاد، لكن اعملي ايه؟ لكن خليكي مع الاولاد وابحثي عن كل وسيله تلزمه بالانفاق عليهم بالمعروف. تاني، اوعي تسيبي الاولاد لان بيئته غير بيئه غير مناسبه، ولكن عليك ان انت تطالبي بشتى الصور بحصولك على الاموال والنفقات اللي تضمن لاولادك ان هم يعيشوا في حياه محترمه وفي حياه تضمن لهم حياه ادميه وما تضمن لهمش ان هم يتعرضوا للخطر. وهذا الشخص انا بقول له اتقي الله، إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول.